نقطة وحضرتك مهمة قلتها يعني في منتهى الأهمية. الناس ممكن تبقى فاهمة إن بس اللي بيعاني من مرض ما هو اللي هيروح، لكن حضرتك بتقول إنه أنا ممكن أكون شخص سليم معافى بدنيا، مع لا أعاني من مشاكل صحية، لكن كمان بروح بسجل بياناتي علشان فيما بعد لو ظهرت أي أعراض، لو في مرض، لو في أي مشكلة، ساعتها أستفيد من الخدمة، مش كده؟ ده نقطة جوهرية وهامة في صميم هذا المشروع، لأن هذا التأمين اسمه تأمين صحي وليس تأمين على المرض أو ضد المرض. تأمين الصحة أن نتأكد أن المواطن والمنتفع وكل الأسرة في حالة صحية كاملة ودائما مستمتعين بهذه الصحة. المرض مفروض أنه شيء عرضي بيجي أثناء هذه الفترة، لما يجي بيبقى مهم جدا أن احنا نكتشفه بدري ونتدخل في الوقت المناسب ونعالجه بأفضل الطريقة وبأسرع الطريقة. وزي المواطن ما قال الحقيقة تعبير رائع، دلوقتي بيتشخص صح وبتعالج صح وكل حاجة صح. ده بالظبط التعريف الجودة اللي احنا بنقول عليه، وهي دي الهاي كواليتي اللي احنا بنتكلم عليها، ان الشيء لما بنتدخل فيه في التوقيت المظبوط بيوفر علينا مضاعفات كتيرة ومشاكل كتيرة فيما بعد. فالجزء الوقائي من الخدمة الصحية جزء أساسي للحفاظ على الصحة والاكتشاف المبكر للمرض. أيوة دي نقطة مهمة. حتى نستطيع التدخل قبل أن يستفحل أو قبل أن يحدث مضاعفات وقبل أن يحتاج حتى دخول مستشفى. كثير من هذه الأمراض يمكن أن يعالج بدون تدخل جراحي، بدون تدخل جراحي، بدون دخول مستشفى، مش شرط حتى تدخل جراحي، لكن في المركز الطبي في الرعاية الأساسية أو أثناء في العيادات الخارجية عند الأخصائي. فكلما استطعنا أن نشخص في مرحلة متقدمة كلما كان في مصلحة. ده بيحصل لما المتلقي أو المستفيد من الخدمة بيروح بيسجل بياناته، بيتعمل له زي ما نقول تشيك أب على كامل أو فحص شامل على كل المؤشرات المتعلقة بصحته، فبالتالي هو بيعرف هو عنده ايه وما عندوش ايه، بيعاني من ايه، ويقدر يتجنب انه يدخل في مراحل متقدمه في امراض معينه. دي بتشكل لنا القاعده الاساسيه اللي بننطلق منها لكل الخدمه الصحيه فيما بعد. وفي كثير من الاحيان المواطن المريض الام الابناء في حالات ما بيبقوش عارفين ان دي موجوده، ومع الاسف كثير من الامراض ما بيبقى لهاش اعراض مبكره. صحيح، بتقتل في صمت اكتشف فيما بعد. يعني ضغط الدم المرتفع وهو من اهم اسباب المشاكل الطبيه المزمنه، ده لو اكتشفناه وقدرنا نعالجه ونحطه تحت السيطره ده هيغنينا عن مشاكل كبيره جدا في امراض القلب فيما بعد.